أستاذ معاوية صويعي، أستاذ عمار رفضي أبو عمار الحرب. كان معبدا بالدماء والكفاح والنضال. تحية لقبيلة زوية، هذه القبيلة المجاهدة شأنها شأن القبائل الليبية كافة، وتحية لمدينة الكفر المجاهدة التي الذي سطره الآباء والأجداد. كما أن إحياء هذه المعارك يعرف الأجيال الجديدة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الصرح الذي يرمز للجهاد والكفاح والنضال. احتفالية رمزية لملحمتين من ملاحم الجهاد الليبي، ملحمة الكوز 1929 في منطقة شخرة وملحمة الكفرة 1931. طبعا نحن نستلهم من تاريخ الأجداد الكثير من القيم والمبادئ الوفاء لهذا الوطن، والحمد لله يعني الأحفاد يسيروا إن شاء الله على نهج الأجداد. حقيقة أن الكفاح وجهاد الشعب الليبي ضد الغزو الإيطالي بالفعل يعني هو سفر أو صفحة ناصعة في سفر التاريخ، واستذكار مثل هذه الملاحم لا شك أنه هو يشعل جذوة حب الوطن والوفاء للوطن في نفوس الأحفاد والأجيال المتوارثة. هو الجنة، فقالوا مقولتهم الشهيرة: مرحب بالجنة جدة. نرحب بكم. نحيي ذكرى معركتين تاريخيتين من المعارك الكبرى اللي حدثت ضد الاستعمار الإيطالي في ليبيا، معركة الكوز اللي وقعت سنة 1929 ومعركة الكفرة 1931، لكن المصادفة أن كل المعركتين في شهر واحد، وكل يوم 19 يوم 20 21 شهر واحد في تلك السنوات الغابرة. قدم أجدادنا الأبطال ملحمة تاريخية كبرى، ملحمة عظيمة، جسدوا فيها دفاعهم عن الوطن وعن المكتسبات. قبيلة زوية في الصحراء في الكفرة وفي شخرة قدمت التضحيات الكبيرة من أجل هذا الوطن. شكرا لكافة الناس الحاضرة اليوم في هذه الندوة ولمركز سلام. نحن الآن داخل مقر ذريع عمر المختار، هذه الرمزية العظيمة، رمزية الجهاد والتاريخ. اليوم ونحن نحيي ذكرى الجهاد الليبي ضد أحدى قوى الطغيان في ذلك الوقت، حيث قد